يلا اصابه مخها شوكي، احنا بنوريكم وهي ماشيه لوحدها عشان المره اللي فاتت كان الدكتور وراها، وريكم التطورات. يلا هتمشي لوحدك لحد الحيطه كده. تعالي هنا عشان الحيطه الكبيره هنا الواسعه. خلاص كملي ماسكك الباب انا. كملي كملي كملي، ماشي عضلاتك ماشي عضلاتك كده. يلا ايوه كده. احنا طبعا الدكتور سنيده ماشي وراها، هي دلوقتي ما شاء الله بتمشي لوحدها. وريكم التطورات بتاعتها. خليك وراها يا دكتور. خلصنا كورس 3 اسابيع وبدانا الكورس الثاني 3 اسابيع ثانيه. خليني هنا عشان لو سرحت خلاص بعد كده ما اقصدش هنكمل. يلا عشان نعدي الباب بس يا اسماء، عشان عايزه اعدي الباب عشان ايه نغير المحل. ما شاء الله كان الدكتور، انا مش عايزاك وراها خالص. لا هو ماشي عشان الباب بعيد. هي بتمشي لوحدها. نروح التطورات. الاول كان الدكتور لازم يكون ماسكها، هي ماشيه لوحدها تماما تماما تماما. ما شاء الله اصابه مخها شوكي، علاج مكسر 6 ساعات يومين. طبعا الحمية الأمنية على العضلات المتنفسة وعلى الانتهابات اللي كانت في ظهرها كده نوصل للمرحلة دي. طب حد الحيطة بقى، حد الحيطة بس تمام.